organisation du groupement algérien des acteurs du numérique. فأجاب مين
لكن جميع الحلول طورت في طرف مهندسين استونيا. استونيا بمساحه اقل من ولايه وعدد سكان اقل من 2 مليون نسمه. البلد الذي لا يؤمن بقدرات شبابه سيبقى اسيرا للخارج. بودي الاخير ان اشكر الشركه الجزائريه للتامينات لاكارت على رعايتها لهذا الحدث بدعمها الدائم للجان، واخص بالذكر السيد بن ميسيا الرئيس المدير العام لهذه الشركه الذي لا يتردد في دعم النشاطات التي ينظمها الجان والذي لها صله بالتكنولوجيا. هو اليوم غائب ولكن السيد توبات احد الممثلين واليوم مرحبا بيسي. الشكر موصول ايضا لممثلي الاعلام والصحافه على حضورهم وتواجدهم ليكونوا شهداء عليه. الصحافه تسجيلات ليكونوا شهداء على طريق تغطيه الحدث. والله ولي التوفيق والسلام عليكم.